إذن خفضت موديز نظرتها المستقبلية للوضع الائتماني في الصين من مستقرة إلى سلبية، وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية في الصين عند A1، يعني المرتبة الخامسة على مقياس التصنيفات ذات الدرجة الاستثمارية. موديز أشارت إلى دعم الصين للحكومات المحلية عبر السياسة المالية التحفيزية والانكماش المستمر في نشاط قطاع العقارات باعتبارهما عاملين يشكلين خطراً على اقتصاد البلاد. من جهتها قالت وزارة المالية الصينية في بيان أن قرار الوكالة مخيب للأمال، مؤكدة أن الاقتصاد الصيني مرن ويتمتع بإمكانات كبيرة وأن التداعيات الناجمة عن أزمة قطاع العقارات تحت السيطرة. خفض موديز نظرتها الائتمانية يأتي في وقت تلجأ فيه السلطات الصينية إلى التحفيز المالي والاقتراض لدعم النشاط المتباطئ والقطاع العقاري المتأزم، الأمر الذي أثار القلق بشأن كومة الديون المتزايدة في البلاد، علما أن الصين في طريقها لتسجيل عام قياسي لإصدارات السندات خلال 2023. وتنضم إلينا الآن من سنغافور كايا بارفو، هي شريكة ومديرة استثمار لدى كريديلينك. كايا، أهلا وسهلا بك معنا هذا الصباح. إذن كما سمعنا، بحسب وزارة المالية الصينية التراجع في سوق العقارات تقول الوزارة بأنه تحت السيطرة. هل لدينا علامات أو أدلة بالفعل تشير إلى ذلك؟ صباح الخير وشكرا جزيلا على استضافتي. من الصعب أن نحدد الوضع الحقيقي ضمن القطاع العقاري الصيني، فما نعلمه أن مبيعات شركات التطوير العقاري الكبيرة متراجعة ب 30%، وخاصة إذا علمنا أن 60% من ثروات الأسر مرتبطة بالقطاع العقاري. إذن من هذا الهبوط نكتشف أن هناك تأثيرا سلبيا على الثروة، وهناك انكماشا في ثقة المستهلك، والحكومة اتخذت خطوات وإجراءات استباقية، حيث رأينا تخفيضا في فوائد الرهون العقارية، وكان هناك تخفيف للتشريعات المتعلقة بشراء المساكن، كما أن الحكومة تدخلت وقدمت سيولة قصيرة الأجل لقطاع الرهون العقارية. وبرأيي الحكومة الصينية تحاول أن تتبع استراتيجية معروفة في الائتمان، وهي تقديم القروض، فإذا لم يكن هناك تقديم للقروض سنكون أمام مشكلة، ولكن برأينا سنصل إلى قاع هذه المشكلة في 2024 عندما يتباطأ الاقتصاد العالمي بشكل أكبر، وساعتها سنرى من سيسبح عاريا كما يقال، كما يقول بافيت. تمام. كايا، العالم قلق طبعا، يمكن هذا التخفيض الذي أتى من موديز الآن واللي هو يمكن ثاني تخفيض بفترة 35 سنة تقريبا، يأتي على خلفية توتر أو قلق جراء كمية الديون أو حجم الإصدارات التي تقوم بها بكين، التي في طريقها الآن لإصدار سندات بحجم قياسي لفترة هذا العام. ما ممكن أن يكون حجم الخطر الذي يشكله ذلك، ليس على الاقتصاد الصيني لكن على الاقتصاد العالمي طبعا المتصل بالاقتصاد الصيني؟ تخفيض مودي لتصنيف الصين، هذا يعني أن وكالات التصنيف الائتماني عادة تتحرك بعد وقوع الواقعة، وبالتالي يمكن أن نطبق هذا المنطق لنقول إننا قد وصلنا إلى القاع في مشكلة الدين في الصين، ولكن للأسف نحن لا نعلم ما الذي يحصل في الصين، لأن هناك دائما فلترا يطبق على البيانات الرسمية. فما هو السيناريو الأسوأ الذي قد يحصل؟ ربما نرى بعض الكيانات تتخلف عن السداد وتتعثر،
مثل آليات التمويل في الحكومات المحلية، وعندما تتخلف عن سداد سنداتها فإن هناك فقرة في الاتفاقيات، فإذا تخلفت في سداد دين واحد فهذا يعني أنها متخلفة عن سداد جميع الديون، وهذا الأمر قد يؤدي إلى أزمة مصرفية في الصين، لأن هناك جزءا كبيرا من القروض المقدمة إلى آليات تمويل الحكومات المحلية، التقديرات تشير إلى أن الرقم هو 7%، وأي أزمة مصرفية في الصين على الأغلب يمكن أن تؤدي إلى أزمة ائتمانية عالمية، وقد تكون أزمة صغيرة ومحتوات كما حصل في المملكة المتحدة في شهر سبتمبر، لكنها قد تكون أكبر حجما، فنحن نقترب من نهاية الدورة الائتمانية وسوف نرى أحداث بجعة سوداء غير متوقعة ربما في أمريكا وأوروبا. ذكرتي بالفعل بأنه عندما تقوم شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيفها، هذا يعني بأن وصلنا إلى ذلك القاع. هل ممكن أن نستدل ببيانات أخرى أو بأحداث أخرى تشير بأنه الاقتصاد الصيني سيبدأ الانعطاف إلى أعلى مرة أخرى؟ بما أن الصين مركز تصنيع للعالم، فيجب دائما أن ننظر إلى أرقام مؤشرات مديري المشتريات الصناعية فيها، وللأسف رأينا انكماشا في الطلبيات الداخلية والخارجية، ولم نرى نشاطا كبيرا من حيث إنفاق المستهلكين، وقطاع الخدمات كان في انكماش، النشاط الوحيد يحصل في قطاع التصنيع، هذا أمر جيد، إذا هناك بعض التحفيز الذي قدم لقطاع الإنشاءات، ولكن من جهة أخرى كل هذه الاستثمارات ما تزال تمول عبر الائتمان، إذن يبدو أننا أمام نبوءة تحقق ذاتها، أي يجب الاقتراض بشكل أكبر لتحقيق نمو أكبر، والنتيجة المثمرة لكل يوان ستكون أقل وأقل مع مرور الوقت. كما أود الإضافة أن سند العشر سنوات الصادر عن الصين يقدم عائدا ب 2.7%، بينما الأداة الأمريكية المكافئة تقدم عائدا يبلغ 4.9%، وسؤالي هو من سيستوعب هذه الديون؟ من سيشتري هذه الديون؟ لأننا إذا أخذنا المخاطر بالحسبان مقارنة بالاستثمار، فإن الدين الأمريكي أو الدين الأوروبي أكثر جاذبية، إذا الصين قد تواجه مشكلة في أنها لن ترى أو لن تعثر على من يشتري دينها، وقد تضطر إلى طباعة المال في وقت لاحق. كايا بارف، شكرا جزيلا لحضورك معي هذا الصباح. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.